اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب وفي اتم صحه. بصوا، انا قلت كده اطلع اوريكم كده شقق العرسان بتوعنا. طبعا عرسان توأم، ربنا يبارك فيهم يا رب ويسعدهم. بصوا، توأمنا طبعا اسمهم حسن وحسين، عرساننا. هم في مقام والله العظيم ولادي. طبعا الفرش لسه ما جاش، فرشهم يعتبر فرش العرايس، احنا بس جبنا فرش العرسان اللي هو الخشب. بصوا زي ما حضراتكم شايفين كده، دي كده دخلتهم هم. بصوا الشقتين ما شاء الله تبارك الرحمن قصاد بعض. طبعا دي شقه حسين اهي ما شاء الله تبارك الرحمن، وانا هخش واصورها لكم. وفي الفارق اهو، وكده شقه حسن زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. وادعوا لهم بقى يا حبايب قلبي ان ربنا يسعدهم يا رب ويسعد ايامهم زي ما حضراتكم شايفين اهو. كده شقه حسن، وقصادنا كده على طول شقه حسين تبارك الرحمن ما شاء الله. دول توأمنا حسن وحسين، وربنا يا رب يسعد ايامهم ويرزقهم بالذريه الصالحه يا رب، ويكمل لهم على خير ويتم فرحتهم على خير يا حبايب قلبي. واكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم كده. بصوا دول توأم، تسلموا لي يا حبايب قلبي وعقبال عندكم جميعا يا رب، وربنا يخليكم ليا وتسلموا لي ما نحرمش منكم ابدا يا حبايب قلبي. شكرا، السلام عليكم حبايبي.